السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم حلقة جديدة من لعبة بلانيت كوستر 2. بس قبل أن نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك، وخلونا بسم الله نبدأ. كل شيء تمام يا كل شيء تمام. طيب، الحلقة اللي راحت كانت البداية، ضبطنا حطينا كم حديقة، لكن لعبنا بالبث وعدلت بعض الأشياء. ممكن بطلع. أوكي حلو. عدلت بعض الأشياء وتعلمنا أشياء كثيرة. حطيت مثلا حقات الموظفين هنا، حطينا أشياء زينة زي كذا على المداخل، صارت شكلها حديقة مرتبة. فاكتبوا لي وش رايكم بالحديقة الحين، أفضل الحين ولا قبل؟ حطينا مطاعم، حطينا أشجار كذا يعني بالبث، بس قعدنا نضبط، ما أضفنا أتوقع أي عربة. أتوقع بشوف. فيا اكتبوا لي وش رايكم الحين بالحديقة، أفضل الحين ولا قبل؟ اكيد فايز الحين، اكيد قبل ما كان فيها شيء. يا حطينا هنا، صح، يا حركناهم ورا شوي عشان نحط الطابور يصير اعلى او اطول، فرتبنا كذا. حطينا هذه، بس لحظه كاني اشوف في شيء يطفو هنا. لا مو انت، معليش، هذه ليش تطفو؟ خاطر مطبعي، معليش شباب. يبغانا نعدلها شوي. اوكي، عندنا في شيء ثاني يطفو؟ لا، حلو. طيب، يا حطينا هذا، حطينا مناظر على نفس الثيم، مع ان هذه مي نفس الثيم بس مو مشكله، ما ادري شو احط هنا. حطينا هذه، حطينا بحيره، صار اشكال كذا مره مرتبه. ومنين يطلعوا؟ وهنا نفس الشيء، حطينا مناظر. هنا ما ادري عدلنا شيء. صح، قلتوا لي تعليقات عن هذه، الحين بنتكلم عنها. هنا ما ادري والله. حطينا بس هذا صح؟ يا وهذا اللي يسبح، هذا شكله مرة غريب، بس أحسه كذا ما يصح، لازم أحط أشجار، أحط أشياء ثانية، نضبطها. يا رتبنا اللاين، خلينا طويل شوي، وبس. في شيء هنا ضبطناه، ما أدري هذه معكم ولا بالبث. بس هذه الأشياء اللي سويناها حالياً، حلو؟ صار شكلها على الأقل شوي مرتب، مو مرة بس صار شوي مرتب. تمام. طيب الحين كنت بسوي شيء. يا هذه قلتوا لي تعليقات فايز، هذه انت مركبها خطا. ما ادري كيف مركبها خطا، بس قلتوا لي مركبها خطا. وفي تعليق قال فايز ترى تحتاج الى الفلتر حق الماء. فلتر الماء اين هو؟ هنا من فوق. هل هو هذا؟ لا، هذا خزان ماء. هل هو هذا؟ بلاد كاسر بيت. والله هذا بير. هل هو فلتر الماء؟ يمكن هذا او هذا، اتوقع هذا. فخلنا نحط مثلا، المشكلة ما عندنا احنا شيء اصلا، بس المنطقة هذه بحط واحد هنا. اوكي، هنا اشبك هنا، خلاص اشتغل. يا هذا ينظف الماء، بس ستيل هذه ما اشتغلت، مع اني حطيت مدخل، هذا المدخل المفروض حقه، بس ما اشتغلت. ليش؟ ما ندري. في شيء خطا. لحظه، بشيلها كلها. دقيقه، يا شيل. نرتبها من جديد، نرتبها. شلت الماء، مو مشكلة. خلنا نشيلها الحين كلها. ارفع هذا شوي لو سمحت. أنا خايف أشيل شيء. ليش هذا ما ينشال؟ أوكي. حلو. هذه ليش ما تنشال؟ ممكن تشالين. طيب هذه مو مشكلة، مدينا نشيلها كذا، وهذا نشيلها كذا. ديليت. ما ادري ليش بنشالوا بالاداة ذيك. اوكي، كذا شلناهم كلهم صح؟ الحين بنجي ثاني مرة. فلوسنا كيف؟ فلوسنا تمام. خلينا نغير، مو ناخذ هذيك، ناخذ شيء ثاني. مشكلة هذول ما لهم باب، ما ادري كيف يجون الناس. فايز طيب ليش تحطهم هنا بالمكان الضيق؟ ابعدهم شوي. طيب بحط هذه هنا،
بتجرب مثلا، بخليها كذا. اوكي طيب، الحين هذه كيف نظامها؟ كيف نظامها؟ لك اكتبوا لي شيء نظام شيء اوبن يا اوبن. طيب كيف يجون الناس هنا؟ ما ندري، بتجرب. هل بس احط طريق؟ خل اشوف، هل يعني بس نحط طريق وناس تجي ولا كيف؟ مثلا بجيب طريق كذا، هل راح تجي الناس هنا؟ معليش بس نبغاك تتحركين شوي هنا. انت وين وديتها؟ ما كنت بس بحطها هنا، ما كنت بسوي شيء. اوكي احطها، حلو. بشوف هل يجون هنا الناس؟ اوبن يا اوبن، كل شيء تمام. ايش معنى هذا؟ ما ادري. يمدينا نحط ثاني، ما يحتاج. طيب خلينا نحط الشيء هذاك اللي هو الفلتر هذا. خلينا مثلا نحط واحد هنا ونمده الى المكان هذا. عندنا نشبكهم كذا وخلاص. يس بشوف مع الوقت هل يجون الناس هنا، مع اني اشك. طيب وتعلمنا اشياء جديده او العاب جديده، ان سوينا بحث، يمديك تسوي بحث من هنا او من مكان ما. يس هنا تسوي ابحاث، عندك نقاط ابحاث هنا تتعلم فيها الاشياء اللي بدك تسويها. فتعلمنا الاشياء هذه، تعلمنا الباور في السفينة، نتعلمها الاشلاء قطار، هذا كله تعلمناهم، باقي هذه. طيب خلينا نحط من الاشياء اللي احنا تعلمناها من هنا، بدك تسوي ابحاث. اوكي الاشياء اللي تعلمناها، المكان الفاضي اللي تركناه فاضي هنا بنحط فيه شيء، لازم 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 نحط فيه شيء. مثلا اقطع شكل صوتك، قص مزعج. مثلا هذه احس مكانها هنا مره حلو، صح؟ اوكي بنحط هذه هنا، يا شكل مكانها هنا مره حلو. طريقة الدخول، طريقة الدخول بيكون هنا، بس لازم نخليه اطول طريق، مو مره طويل بس نحاول. المفروض خليته عكس، تصدق؟ لا احسه كذا طويل، احسه يكفي كذا. ما اتوقع بيصير فل، والله ما ادري يمكن يصير فل بس ما اتوقع يصير فل. طيب شيء ثاني، طريق الخروج ناخذه من هنا، يطلعون هنا. اوكي ما ادري ليش الارضية هذه طريق الخروج، ما عجبتني الارضية بصراحة. دقيقة ارجع عطني طريق الخروج. احنا حاطين اللون هذا، فايز كذاب مو هذا، انت حاط ازرق. طيب انا اخترت بلو، ليش ما صار بلو؟ اوكي في جلتش، متوقع جلتش، اخترت بلو بس ما يطلع بلو. طيب مو مشكلة. هذه نشغلها. دان، كم سعرها؟ 20 دولار. اوكي مرة غالية. مرة غالية. هاي صح اللي تطيرك فوق، يا تجلس هنا وتطيرك فوق. طيب في اول واحد بيجي، خلينا نحاول نضبطها، بنعدل شوي بس ديكوراتها، انا احب التعديلات بصراحة باللعبة هذه. فمثلا وش نحط؟ اوكي. طلع ماء. طيب حاولت اضبط بصراحة بس هذا اللي طلع معي. فهل في احد ركب؟ والله فيه، خلينا نشوف. دقيقة بشوف اللعبة هذه دقيقة. اوكي كيف نظامها؟ ترفعك فوق بعدين ترميك، صح؟ اوكي اوكي 20 دولار هذه اللعبة حلوة. ما حطيت شيء هنا، مو مشكلة حط بعدين. كذا طلع الشكل حلو، صح؟ يا مرة حلو. طيب خلونا نشوف
وش صار على هذه. فايز ما صار شيء. يا شباب يا الحبيب، حطينا الطريق، حطينا كل شيء، ليش ما تشتغل؟ يمكن ناس هذول جايين. انتوا جايين تلعبون؟ لا، هذه في احد؟ يب، مليانه. حلو، انا مستغرب ليش الناس ما يجون هنا. طيب يا خالي، مزعج. طيب في حل، في حل. فايز وش الحل؟ تشوفون الحين. انا خلاص قررت لا بس هذا لو سمحت. قررت اسوي شيء خرافي. اشيل هذا كلهم، اشيل الاشياء هذه كلهم كذا، تمام. بقى شيء، بقى اللي بالارض، بقى اللي هنا. حلو، وش الشيء الخرافي؟ بتشوفون الحين. قررت اسوي شيء خرافي، اللي هو بناخذ طريق. اول شيء هذول باك، تبعدهم كلهم لو سمحتم. انتم نبغاكم تبعدون، او ينوت روحوا، وانتم بعد روحوا. بسوي شيء، بسوي شاطئ. عايز وات؟ بسوي شاطئ، يا زي ما سمعتم. اللعبة تسمح لك تسوي اي شيء، اوكي؟ فشو بسوي؟ بسوي شاطئ، ليش لا؟ ليش ما نسوي شاطئ؟ بسوي شاطئ، بس ان شاء الله يضبط. ارفع يمكن 50، لا خلاص يا كذا، تمام. بيكون هنا في شاطئ كبير. كيف بتسويه؟ بتشوفون الحين. ابغى الناس يجون من هنا، يلفون هنا، بيكون عندهم هنا الشاطئ كبير. الطريمية، ايوه، بحاول اضبطه.
اوكي 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 والله لو قاعد اضبط نجلس لبكرة. طيب حاول تضبط الشاطئ، حاول تضبطه، فان شاء الله تمام. حطيت مفترق طرق كذا عشان مستقبلا نضيف العاب هنا ولا هنا. فالحين الناس ان شاء الله يجون من هنا، حطيت حجار كذا عشان ما يشوفون الشاطئ، اللي بيشوف الشاطئ يجي من هنا يدخل من هنا ويشوف الشاطئ قدامه. اوكي ايش رايكم بالشاطئ؟ مبدئيا راح اضبط عليه اكثر واكثر ان شاء الله مستقبلا، لكن بصراحه مره تعبت، حاولت اخليه يدخل مع هذا بس ما قدرت، ما ادري ليش. فنتخيل انه دخل مع بعض. اوكي وهنا نفس الشيء، كان في جسر من تحت. فايش رايكم في مشي اللعبه؟ احس كذا صار الشاطئ خرافي. حطيت مسبح هنا، ان شاء الله يجون يسبحون ان شاء الله. هذا ما يحتاج بوابه، فما ادري يجون يسبحون ولا لا. فحطيت اشياء هنا، ما ادري بوابه فايكنج، ما ادري ايش. حطيت مناظر، حطيت دقيقه خلنا نغير الوقت عشان يصير واضح. لا ما نبغى بليل، ايوه خله كذا عشان نشوف. فيا حطيت مناظر، مناظر مرة حلوة بصراحة، الانيميشن يتحرك فيها. وش بعد حطيت؟ حطيت هنا زي الشاطئ خفيف اللي بيجلس. هذه تحرك السيارات. اوكي ما ادري حطيتهم بس كذا عشوائي لاني مشمع الثيم من الشاطئ، فقلت ليش لا احطهم. والله ما توقعت تتكلمين. طيب حطيت هذول هنا، فالشاطئ مبدئيا احسه اتمنى يجلسون الناس، اتمنى. ما اقدر افتح الطريق على الشاطئ، فما ادري ليش. فلا خلينا نقول غير مسموح للسباحه بالبحر هذا او البحيره هذه، من في اشياء انا بس مو مشكله. اوكي فمبدئيا هذا الشاطئ هنا ما للحين ما حد جاء، اتوقع لازم فايز تفتحهم صح. يس اوكي عشان الناس يجون بس. اوكي هذا يبغى لي اغطيه لان شكله كذا مره خطر، كهرباء لان يحتاجون كهرباء، فحطيت لهم هذا فلازم اغطيه. خلنا نفتح، ممكن تفتح. طيب فتحنا المحلات، يبغى لي بعد اغطيهم واحط اشجار ولا احط اشياء زينه، اشياء زينه مو زي اشياء زينه. فايش رايك بالمكان؟ حسه مبدئيا شاطئ حلو. ليش بسرعه يجي الليل يا الحبيب؟ خل ايوه خلنا الصبح نبغى ساعة واحدة، مرة ساعة واحدة كذا فاقع، بس مو مشكلة هذا الشاطئ. طيب انا ابغى الناس تجي، كيف ممكن الناس تجي في واحد جاي؟ هذا اللي ينظف يا بشر، انا عارف انه بعيد عنكم بس ممكن تجون هنا، ممكن ان شاء الله يجون، ان شاء الله يجون. اذا في شيء خطا انا مسويه اكتبوا لي تحت في التعليقات، اكتب فايز اسوى شيء خطا فاكتبوا لي ونشوف ان شاء الله الحلقه الجايه، لان بصراحه مره طولت لي تقريبا الحين ساعتين او اكثر. فبس مش اشوفكم الحلقه الجايه، مع السلامه.